في الجزء السادس راح نناقش سلبيات وإيجابيات الديسيجن تريز. شو المليح في الديسيجن تري وشو العاطفة في الديسيجن تري؟ الحلو بالديسيجن تري إنه humans can understand how decisions are made. اللي بيطلع النتيجة اللي بتطلع أنت تقدر تفسرها. في algorithms ثانية للكلاسيفيكيشن احنا بيطلع عنا احصائيات ليش طلعت هيك بالدرسنا اطلاقا ما نقدر نعمل انتربريتيشن تفسير لشو بالضبط اللي طلعوا الكمبيوتر او عمليه الماشين ليرنينج ما بنقدر نعرف. فاحنا بالنسبه لنا الديسيجن تري جمالها انه عارفين نفسر اللي بيطلع يعني عارفين انه والله هاي الديسيجن تري اللي عندي طلعت نرجع لورا شوي هاي طلعت اول اشي الاوتلوك بعدين رين بعدين وين الى اخره احنا عارفين ايش شكل التري قادرين نعمل منها ديسيجن رول كل بساطه وكل شيء مفهوم يعني انا بقول لك انا بلعب بالحالات هاي نلعب تنس هاي الاكزامبل بالحالات هاي فانا قادر اني افسرها بس لو اخذت اي الجوريثم ثاني للكلاسيفيكيشن ما بتقدر تفسره ليش النتائج طلعت بس بتقدر تقول كلمه واحده بس على كل النتائج انه statistically it was like this ليش ما بنقدر الحلو كمان في ال انه في بعض الاتريبيوتس مش مهمة بعض الفيتشرز مش مهمة الديسيجن تري لحالها عمليا ما تستخدمهاش لحالها ما بتستخدمها يعني نقدر نعرف انه ما استخدمتهاش هلا كمان فيري كومباكت احنا بنطلع في الديسيجن رول صغيري يعني الديسيجن رول اللي بنطلع فيها نحطها جوا برنامجنا عشان نصير ذكي بتكون هاي الرولز صغيري فبدناش statistical models كبيرة نعملها load على الموديل على البرنامج تبعنا which very fast انك تبني decision tree يعني برضو انه very fast هلا المشكلة في decision tree انها greedy شو يعني greedy انه greedy algorithm انه طماع يعني وانت بتقسم هو بتطلع على الانفورميشن جين عند هذيك النقطه بس ما تطلعش على الانفورميشن جين لكل الاشي بيطلع لناش الاوبتيمال ديسيجن تري هلا بجوز تقول لي ما احنا مش مهم عندنا الاوبتيمال مش مهم يعني انها تكون اوبتيمال احنا بنقيس الاكيرسي بالاخر مزبوط بس انه الديسيجن تري الالجوريثم تبعها جريدي الانستنسز ار ريبريزنتد باي اتريبيوت فاليو بيرز يعني مثلا كل اوتلوك ساني الويند سترونج الى اخره بس مرات الداتا بتجيناش بطريقه يعني ان نقدر نعملها ريبريزنتيشن بهذه الطريقه مرات بيكون التريننج داتا كونتينز يعني ماني ايرورز او ميسنج اتريبيوتس وهي مشكله كبيره في الديسيجن فلازم يصير شيء بدك تكون كيرفول انت لما تتعامل مع الديسيجن تري لما تكون الداتا مش نظيفه هلا بجوز حدا حيحكي ما هو الديسيجن تري ايه مش بس الديسيجن تري كل شيء تقريبا لما في ايرورز كثير وميسنج اتريبيوتس كثير انه ما بتشتغلش الديسيجن تري بشكل جيد صحيح بس برضه هاي من مشاكل الديسيجن تري على اي حال الديسيجن تري يمكن من اوائل الالجوريثمز اللي اخترعت في الماشين ليرن ولا زالت موجوده ولا زالت قائمه ومستعمله وبالتالي هي ألغوريثم جيد في ناس يعني بجوز من أشهر الكلاسيفيكيشن ألغوريثمز اللي هي الديسيجن تري واللوجيستيك ريجريشن بيشتغلن صح وسهلات
وصغار والديجيتال 3 انا حتى بفضل الديجيتال 3 في معظم الحالات. في حدا عنده تعليق؟